نص النهائي التاني ماتش جامد قوي، عز والمحمودي في ناحيه وامير عبد الحليم وعادل سعد في ناحيه تانيه، ماتش صعب قوي. بكون فرقك يا محمودي ليه؟ طيب عشان قدامك دكتور عادل سعد. بيتهيألك تفتكر؟ حلو قوي التحدي ده، قديم ده، خد بالك، حلو قوي التحدي ده، جميل. خلصوا عليا، خلصوا عليا. طب حس كده نبقى نبدا بيك. اول فقره هتبقى اسئله منتخبات، اختاروا انتوا الاثنين مع بعض منتخب واحد، هسالكم عنه ثلاث اسئله، كل سؤال قدامك 30 ثانيه عشان تجاوب عليه. تمام. ايطاليا؟ لا، منتخب شارك في كاس العالم. معلش، هيلعب كاس العالم معانا السنه دي. ماشي. اول ما لازم اقول طبعا فرنسا. اول سؤال، مين اكثر لاعب لعب مع فرنسا، لعب من فرنسي مشاركات في كاس العالم، عدد مباريات؟ عدد مباريات انت ما بتعرفش طبعا، احنا عايزين الاختيارات. لا ما فيش فيه. ها، اكتر لعيب لعب مباريات دوليه مع منتخب فرنسا. لعب مباريات في كاس العالم، فرنسا لعب ماتشات في كاس العالم. السؤال دي سهله قوي. بسم الله الرحمن الرحيم. ميشيل بلاتيني. غلط. فابيان بارتيز. 17 ماتش. اوكي، معروفه. ما كانش يعرفها على فكره عادل سعد. والله العظيم عارف. انا اكيد مصدقك يعني. انا اكيد مصدقك. تمام. واكتر حارس مرمى دخل فيه ركلات ترجيح. 10 ركلات ترجيح. طيب يمكن نحتاجها بعدين ولا حاجه. طيب استرها معايا. وانت جاي ترقيه وانت جاي تجاوب. طب يلا تاني سؤال. ايه هي اقل نسخه منتخب فرنسا سجل فيها اهداف في تاريخ كاس العالم؟ انت مش عارف طبعا. 2002 بقى. بس هجيبهم الارض، وفي ماتش سعد وسلبي. بس ما انت هتجيبهم في الاربعينات والخمسينات والستينات والحاجات دي منين؟ ما احنا هنقول اللي احنا عارفينه وخلاص. هنقول 2002 وخلاص؟ اه ماشي. 2002 صح. الله ينور يا جولدن بوي. اصل انا كنت بقول للاميري ده 2002 وكان بيقول لي 2010. ايه 2010 ناقص 8 سنين من 2010. هو ما كملش الجمله، قاطعني بعدها. كم مره فرنسا استضافت كاس العالم؟ ده سؤال حلو. 2 3 الدكتور عادل بيجاوب السؤال قبل ما يتسال تقريبا. تمام. 2018 كنت خليت دكتور عادل يجي لوحده. لو في مرتين. مرتين. اجابه صح. المرتين 1938 و 98. ما يخصناش. علي و 38 ضلعوا من الدور، طلعوا قصاد ايطاليا و 98 خدوا البطوله. انزل له كده كده 2 من 3. اوكي. اختاروا فريق. كوريا. اي حاجه اكتر حاجه مذاكرها ايه؟ كوريا. احنا مذاكرين كل حاجه. انا محضر برشام مديه للدكتور. طيب المانيا. طب حد عايش يا جماعه؟ اسالوا حاجه في الالفينات مش هيعرف. انا عارفه، ما اعرفش حاجه في الالفينات والله. لا ما هو انت هو ما اعرفش غير الثلاثه من الثلاثينات للتسعينات، بعد كده والله ما يعرف حاجه. اشتري مني. طيب احنا هندخل على اسئله صعبه، او اتمنى انها تبقى صعبه. فوق الالفينات مش هيعرف، هو تحدي. ماشي، خلينا نسال ده السؤال ده الاول. ايه هي اكتر نسخه منتخب المانيا سجل فيها اهداف وكانت كام جول؟ يا ده سؤال صعب قوي. 25 جول في نسخه 54 في سويسرا لما كسبوا المجر في النهائي 3-2. لا حول ولا قوه الا بالله. على فكره انت غالبا محضر من كتاب هو مؤلفه، فاهم؟ فما ينفعش. طب اعمل ايه؟ ما هو السؤال واضح ان الاجابه بتاعته طالما طالعه بالطريقه دي يبقى هو غالبا واخد من كتاب هو مؤلفه. على فكره في النسخه ديت اللي فيه سجل اكتر من نوم وما خدش البطوله. دي نسخه الكتاب مش نسخه كاس العالم. مين اللي جاب اخر جول لالمانيا في كاس العالم؟ اخر جول لالمانيا في كاس العالم ولا هو ولا امين؟ لا عشان قول امين. توني كروس. صح. آه. لا بقول لك ايه، لا سؤالي الوحيد اللي هجاوبه النهارده. انا خلاص يا جماعه اضيط اضيط. سايبني رايح رايح، شدني اعمل اي حاجه. هقول لك ايه. طيب ماشي. مين هو اكتر فريق لعبه المانيا في كاس العالم؟ اكتر فريق لعبه المانيا في كاس العالم، اقسم بالله لو عرفها يبقى انت فعلا واخد من الكتاب بتاعه. او احنا واخد من ويكيبيديا. ما هو ويكيبيديا واخده من الكتاب بتاعه. استنى استنى استنى. خمس مرات. خمس مرات. مين هو اكتر فريق؟ مين خمس مرات؟ تمام. مين؟ لا إيه؟ انت بتحاول كده تاخد منه لا حاجه. لا لا لا, لا 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 ايطاليا. غلط. نهايه العالم. والله انا كنت هقول الارجنتين. الارجنتين والمانيا لعبوا مع بعض 7 مرات في البطوله. والله كنت هقول الارجنتين. شفت خمس مرات ايطاليا ولكن الارجنتين 7 صح. انا كان على طرف الثاني كده. الجوله دي تعدي.
اللعبه الثانيه في المسابقه اخترنا واحد من كل فريق مسابقه خمن اللاعب، كل بوم. واحد هيسال الثاني سؤال، المساله اجابتها اه او لا، ما يكونش من ضمنها جنسيات. ربنا يكون في عونك يا محمودي، انطلق. تلعبوا لي مع عادل سعد تاريخ يا جماعه، ده انا غرق في سنه 30 هو لسه قاعد والله شكلك. وبعدين ده انت عايز ايرانيين وصوماليين هنا في المكان، مش عايز اللعيبه دي. كوريا الشماليه عملتها مفاجاه في 66 وكسبت ايطاليا، والله شكلك هتبقى كوريا الشماليه. مين اللي جاب الجون؟ ايه مين اللي جاب الجون؟ لا شونج مونج هونج. مين كان بيدربهم؟ مين كان بيدربهم على طول؟ قول بس مين كان بيدربهم. لا لا ما افتكرش طبعا. الهداف التاريخي لكوريا الشماليه الهداف ده محمد المحمود. ده بجد والله. يلا بينا. يلا اوكي ابدا ولا تبدا؟ ابدا ابدا انا. قول يا بيه. مهاجم صريح؟ لا. لا. ماشي. لعيب نص ملعب؟ لا مش لعيب نص ملعب. بسم الله الرحمن الرحيم. وده مش لعيب نص ملعب. خد كاس العالم؟ لا ما خدش كاس العالم. ما خدش كاس العالم. خد دوري الابطال؟ لا. لعب في التسعينات؟ لا ما لحقش في التسعينات. خد كاس العالم؟ لا. خد الدوري الايطالي؟ اه خد الدوري الايطالي. اه ولكنها عملت حاجه السوء اللي كان سلاح ذو حدين. يعني خليني على طول خلاص الاجابه جت. لعب في التسعينات؟ لعب في التسعينات. خد دوري الابطال؟ اه زيدان؟ لا. ازاي؟ غلطان يا جماعه، غلطان مش مركز في اللعبه. ازاي يا ابني يا حبيبي انت قلت لي مهاجم؟ ده مش مهاجم صريح. مين قال مش مهاجم صريح؟ اسود. طب انا قلت مهاجم صريح. مركز يا جماعه. لا مش مركز والله. ما انا قلت مش مهاجم صريح، مش مهاجم اصلا. كسبنا عادل سعد يا جماعه اول جوله. انا كنت عارف. طيب هنروح للفقرة الثالثة كده. فريق عز والمحمودي واحد، وفريق أمير ودكتور عادل سعد صفر، وفي فقرة خلصت تعادل. هنكسب اللي جاي إن شاء الله. فقرة الفقرة الثالثة هي فقرة معلومات. أنا بقول لك ثلاث معلومات، اثنين منهم غلط وواحدة صح، مطلوب منك تعرف الصح ومفيش حد هيسبقك. يعني أنت استنى ثلاث معلومات، اثنين غلط وواحدة صح. بالظبط، المفروض تعرف مين فيهم الصح. كل فريق هيتسأل ثلاث أسئلة والفريق الثاني ملوش دعوة بيه، فمفيش حد هينافسك. فكر وجاوب في 30 ثانية عادي. أوكي. هنبدأ بفريق عز والمحمودي. ثلاث معلومات. أول نسخة لكأس العالم دخل فيها 72 جول، ولا في 8 منتخبات بس كسبوا كأس العالم، ولا البرازيل خسرت أول نهائي لكأس العالم؟ ما خسرتش أول نهائي كأس العالم. مين خدوا كأس العالم؟ برازيل، إيطاليا، ألمانيا، أرجنتين، فرنسا، إسبانيا، إنجلترا. أول نهائي اوروغواي. هات واحده كمان. انت غلط. 10 ثواني. مجر. ايوه 8. هي بتاعت 8 دي هي اللي صح. اجابه صح. باينه، هي باينه من الاول واضحه. 72 جول هم كانوا 70 بالمناسبه. شفت اهو اهو، ما علشان انا عارف، ما علشان انا عارف. خش يا بيه. السؤال الثاني. هداف نسخه 54 سجل 10 اهداف، ولا ريفالدو لعب نهائي كاس العالم 3 مرات، ولا اعلى عدد اهداف في مباراه واحده كان 12 جول؟ في نهائي كاس العالم؟ لا في مباراه، في اي مباراه. اعلى عدد اهداف في مباراه في كاس العالم دي كان 7 5. هي دي واسمه. اجابه صح.
اسئله سهله سهله سهله. انا لو اعرف كده والله كنت جاوبت. كنت لعبت معاكم. خش يا بيه اخر حاجه. خش يا بيه. اول كاس عالم شارك فيه الاوروبيين واللاتينيين بس، ولا اول هداف لكاس العالم كان اوروجواياني، ولا اول كاس عالم اتلعب فيه 18 ماتش؟ هو كان بيقول طب بص لي كده ضيع، بص لي كده الاجابه الوحيده الصحيحه. طب عين الاولانيه هي اللي ولا الهدف هيطلع اوروجواياني؟ لا اوروجواياني. يعني ارد انا والنبي لو معايا عشان خاطري اوروجواياني ممكن اصلا. مش ده كان 30؟ اه اوروجواي كانت عندها ايه طيب. اه موجود طيب قضية سهلة. اول واحدة انا مع 10 ثواني. اول واحدة اللي هي اول واحدة اللي هي اللي هي واحدة من اول واحدة والتانية. اول اول اختيار اللي هي صح، مش هو اول كاس عالم شارك فيه اوروبيين ولاتينيين. اه صح. اقول انا بقول انا اقول انا الاجابة غلط. لا اول كاس عالم شارك فيه أربع فرق من أوروبا، سبعة من أمريكا اللاتينية، اثنين من أمريكا الشمالية المكسيك والولايات المتحدة الأمريكية. جيليولمو ستابيري الأرجنتيني كان هو أول هداف بثمان أهداف. المعلومة الأخيرة اللي أنت قلتها اللي هي إيه؟ أول كأس عالم اتلعب فيه 18 ماتش. طب هي دي، هي دي الصح. إيه؟ دي صح؟ 18 ماتش في أول كأس عالم؟ شفتهم؟ طب وإيه المشكلة؟ روح الناحية التانية. اتفضل يلا بينا. في ثلاث معلومات، أول معلومة أكثر فريقين لعبوا النهائي ضد بعض هم الأرجنتين وألمانيا، ولا هولندا اكتر منتخب خسر نهائي كاس العالم، ولا فرنسا خسرت اول نهائي كاس عالم؟ الاولى اللي صح. صح. يس. راحت الفقط. هيغلط في اللي جاي. ما فيش، واضح ان هم اصلا بيحضروا كمان حاجات قديمه كلها في جيبهم يعني. الثانيه اكتر منتخب اتاهل لكاس العالم من غير ما يكسب البطوله هو المكسيك، ولا منتخب البوسنه اتاهل مرتين لكاس العالم، ولا منتخب الامارات لم يشارك في كاس العالم من قبل؟ قول يمين. المكسيك هي الوحيده اللي صح فيهم. معروفه. اه الامارات لعبت 90. قاعد تعد انت. والبوسنه لعبت. ايوه مظبوط. المفروض ان احنا نتشارك صح؟ يعني السؤال الثالث ده امير يجاوب. بالظبط كده. انت لو ما قلتش الجايه مش زمانيه. لو ما قلتش الجايه. غششته غششته يا بيه. انا قلت له. او مرمي نفسي يعني مثلا ولا اعمل ايه يعني؟ خلاص عايزين نبقى نتشاور. طيب ماشي. نتشاور واقول لك. طيب. الارجنتين لعبت نهائي كاس العالم 90 بتيشيرت مخطط ابيض فازرق، ولا ايطاليا لعبت نهائي كاس العالم 82 بتيشيرت ابيض، ولا فرنسا لعبت ضد المجر في كاس العالم 78 بتيشيرت مخطط ابيض فاخضر؟ طيب هي الاجابه الاخيره، فرنسا لعبت بتيشيرت ابيض مخطط بتاع نادي كيمبرلي في 78 وفازت على المجر في دور المجموعات، والاثنين وضعوا البطوله وتاهل من المجموعه ديت الارجنتين وايطاليا. وامير اللي قال لي المعلومه دي. يا دوك وحياه امي هديكوا نقطه زياده على النقطه لو عادها. لو قال الكلام ده لو قال الجمله مش لو عرفها، لو عادها دلوقتي. وحياه امي اهو. وفي فريق اسمه كيمبرلي. كيمبرلي كيمبيمبي. اه بس مش هيلعب كاس العالم اتصاب بيقول لك. والله العظيم السؤال ده مغرض وصعب. ايه رايكم بقى؟ ضيا بطلب منك حاجه، ما ياثروش عليك في الاسئله. في الاسئله انت فارق لك ايه بس يا عم؟ ده انت عمال اللي فر في على فكره. ده انا زعلان على الاجابه والله العظيم الغلط بتاعه الارجنتين والله والله. انت انا بس عشان وصلت فيك كده. تيم امير والفعال ساعه لثلاثه، وعز والمحمودي اثنين في الفقره دي. كان النتيجه النهائيه كل فريق كسب فقره وفقره تعادل. يلا بينا. اوعى تيأس. انا ايه اللي خلاني اتجنن واكلمه امبارح في التليفون وهو يسالني يقول لي اجي ولا لا، فاقول له اه تعالى تعالى تبقى حلوه. يلا على الله. الفقره الرابعه هي فقره نتائج ماتشات. هنسال عن نتائج ماتشات، هقول لك الماتش واقول لكم ثلاث اختيارات ومطلوب منكم تعرفوا ايه هو الاختيار الصح. المهم يعني هنسال الاسئله الاول لتيم امير وتيم دكتور عادل. بعد الألفين يا عم انت بتقعد على ضمانتك. لا 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 ثواني، لا ثواني ثواني، لا لو هتسال بعد الألفين انا اقوم اروح بقى. استنى يا عم استنى. اصل انت كده بتوجهه. شفت هما يوجهوا يعني اخر 22 سنه كوره. والله العظيم 22 سنه كوره كان عندي 10 سنين وابتديت اتصرف. مش هو اللي طلب. مش عارف 22 سنه في الكوره. اول مباراه مباراه انجلترا والدنمارك في دور ال 16 سنه 2002. الدنمارك وانجلترا في دور ال 16 2002. النتيجه كانت كام؟ اه 3-0 انجلترا، 2-0 انجلترا، 1-0 دنمارك. انا عارف 2-0. 3-0 انجلترا. ايه 3-0 لانجلترا. مباراه المركز الثالث والرابع في كاس العالم 82 كانت بين بولندا وفرنسا. تمام. خلصت كام؟ فين الاختيارات؟ اوعى
ماشي فكرنا اختيارات. هي بولندا كسبت الماتش 3-2 بولندا، 2-1 بولندا، 1-0 بولندا. 2-1 بولندا غلط. 3-2 بولندا. ايه اللي حصل يا عم؟ هو ايه اللي حصل؟ جاب من كتاب تاني زميل تاني. ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل؟ معلش اتحسدت. ايه اللي حصل؟ ماشي ما ترقص، ماشي ما ترقص، ما ترقصش عشان احنا مش هنجاوب ولا سؤال في البتاعه دي اساسا. ماشي ماشي. السؤال الاخير، مدرسة عصوم. المانيا لعبت البرتغال في دور المجموعات 2014. الماتش ده خلص كام؟ 4-0. صح. مين اللي جاب الاجوان؟ لا مين اللي عمل اسيست الجون الثالث؟ لا ده اللعبه دي نلعبها ان شاء الله في الجزء الرابع كده. الفريق ده جاوب واحد. اسالهم من بقى سؤالين من القديم قوي. انت عملت معايا كده سنه 98 في دور ال 16 اول ماتش البرازيل وتشيلي 4-1 برازيل ولا 3-1 برازيل ولا 2-1 البرازيل؟ دور المجموعات دور 16. انا بقول لك 34 38 4-1. الإجابة صح. والله هزار، والله هزار، والله هزار. يعني انت عملت معاهم سؤال سهلي جدا. هيجي ما هو تسعينات، هو ده سؤال سهلي جدا يا عم. تسعينات تسعينات يا عم. انت ليه معسسني ان عندك 20 سنة؟ ما انت في التسعينات ده تلاقيك كنت وقتها في الجامعة. محمود اللي بيوجهه. اه والله العظيم، اه والله العظيم. عايزين واحدة وانا ما واحدة ونكسب. ايطاليا وبولندا في نص نهائي 82. قول 2-0 ايطاليا، 3-1 ايطاليا، 1-0 ايطاليا. عادي لما تقول وانت ما تخلشش مني. ما انا بشورك. بتشورني ايه؟ ما شفتش. بشورك. ما اعرفش. 2-0. صح. 2-0 اللي جابهم باولو روسي. يا عم كنت قلت. ايوه صح. 2-0 اللي جابهم باولو روسي. صح. ده حد ساعات بتخسر. عملتها ازاي؟ تقول باولو روسي. عملتها ازاي؟ كده ان محمود خابطها. خبطها والله. بس صح تصدق انا اسمع انا عرفتها دي. ايوه والله. هو كده ان انا ما خدتش بالي. هو كده مش بس فريق عز والمحمودي كسب، هو مش محتاج السؤال الثالث عشان يكسب. هو كسبان 2-1 في طبعا. اول سؤالين وكان النتيجه النهائيه بقت 2-1 قبل اخر فقره. اخر فقره هي فقره الاسماء. كل حد هيقول اسم لعيب وبعد كده من الفرقه الثانيه هيقول باسم لاعب بيبدا باخر حرف من الاسم اللي قبل. امير هيكسبها ان شاء الله. هنبدا معز وبعد كده امير محمودي عادل سعد. ربنا يكرمنا ان شاء الله. ناكامورا. ناكامورا. يعني احنا كده بنتكلم في الالف وبالتالي احنا بنتكلم عن ايكار كاسياس. ساندرو تونالي. يه يان اومن نون. نوبل. مارك نوبل يعني. لا كده بنتكلم عن حرف اللام. ليساندرو مارتينيز. زين زوبي زاريتا. أرديلس. سين سواريز. زي روبرتو. واو. وانياما. ألف. أمير شعور. انت ألف. خلص. سنة ايه؟ خلاص. لا ايه ايه الوقت خلص. ايه يا عم في ايه يا عم؟ يا جماعه انا هغلط في الف. والله لا 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 نص لازم خمس ثواني. اهو يا ابني خمس ثواني. لازم خمس ثواني. احنا هزار. والله هزار. معلق دي اول حاجه قالها. اول والله العظيم هم اللي كده بيلهوشوا. راحت اول نقطه. ما تجيش منك يا دكتور. دي راحت اول نقطه. ارجع عايز تاني. لا انت كده لا انت كده والله العظيم. لا محمود ما تلغوشوا. لا ما تلغوش. انت هتفضل تقول وانا ما يعني هو لحظه ما حد ينهي اسمه وانا ارفع خمسه. طيب عندي خمسه اربعه. لا 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 انت هتجيب الاول. لا كمل. طيب غلط واحد كمل. في نقطه يعني كده. لا راؤول. طب ما لما حصلت قبل كده يا جماعه. يلا 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 حرف اللام. يلا يلا راؤول. ليساندرو مارتينيز تاني. لا برضه ما تتقالش تاني. خلاص شكرا. راحت اوكي. طب معلش. طب اسال سؤال. اسال سؤال بجد. هما ليه هما اللي بيبتدوا حتى من قبل ما تبقى من وهي 0-0 هما اللي بيبتدوا ليه؟ كان المفروض انت البدايه تبقى من عندك. عشان انتوا اللي اخترتوا. لا كان المفروض انت اللي تبتدي. تقييم الشماعه. لا معلش معلش نبدا من الاول. نبدا من الاول. 4-0 في الماتش يقول لك اصل الحكم ما خدش. معلش نبدا من الاول. يلا يلا. طب يلا 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 نبدا من الاول. نبدا من الاول معلش كده. لا الغلطه الجايه لتيم امير وعادل يبقى الماتش خلص. ايه الهبل. اوكي زامورانو. زامورانو. انت ويسل شنايدر. ايدك بقى دكتور. راؤول برافو. والتر زينجا. شكرا. 3-0. شكرا
شكرا شكرا شكرا. دي مش محتاجه فار. ده احنا ده اخر سامع. وكده النتيجه النهائيه فوز تيم عز والمحمودي 3-1. خاب املي فيك يا دكتور. ده حقيقي مش مصدق بصراحه. انت هرتني معلومات مش مصدق الحقيقه. يعني الحقيقه كنت مجهز حاجات سنه 30 وحاجات مش عارف ايه والنهايه. مش محتاجين مش محتاجين. بس الموضوع طلع مش محتاجين. امير خايب امل الجمهور. لا انا اللي خايب املي في الدكتور الحقيقه بصراحه. يعني مع اني طالب منه يذاكر بقاله يومين. حصل. يومين بيذاكر. بس مراجعه النهائيه. ما نمشي كويس امبارح. كده هيبقى النهائي ما بين تيم عز والمحمودي قدام تيم فوزي واحمد شوقي صباح.